سجون الرباط عامية وفي سجون الرجعية قال ارتاح ارتاح وسان واصيل كيفك يا تقمع يا مطار يا تقمع كيفك يا تقمع الشكل النضالي يجان توصيف من كذانيتين زهي السجن المحلي سروان الشيء الذي لما باش ننظر وباش نسغوي خيث مثلا يجان يتعان الويلات ويلات السجون يجان تعتقل انتن وحكما عليهم زورا ثم الزعف حكما خاسن 20 عام حكما خاسن 10 سنوات وعني الناس الخمانية الكاشو العقوبات الإضرابات الطعامية سجن الشكل مخزي سجن الشكل ماشي الدولة بل تما المافيا حاليا نوزد باش نحظى سجن الشكل النضالي سلمي حضاري نوزد بواحد سجن الشكل زعما متحضرا كارن صغويا سيور خيط مثلا غي جندي سجون غير أننا تلقينا سلقمة سلقمة التنكيل الرفس المنع الحصار لا لي شيء ونسي انشاء قان بلي انه قام منع الشكل النضالي عن طريق الباشا لكن واذا غيتيش لفوريخ باش تنزع ويجيبو تسمى الشارة ويجيبو تسمى ميني قار قانون ذي منع الاحتجاجات ذي المظاهرات ندد سالمعاملة يا ذي القمع يتقر مخزن الأصوات الحرة نقام لأنه رغم انه انت تشتيات رغم انه القمع رغم الحصار رغم التهديدات رغم الاستفزازات ورغم الاعتقال عن قيمة نظر من اجل المعتقلين ومن اجل حريتهم والخزي والعار الدولية المخزنية وتحيينهم حاليا ذيني نشطاء مصابين
تسمى جراء القمع الوحشي يكين دانيتين المخزن امام السجن قادن يوينتن غاسبيتار كنعلم معاهم التضامن نعلم قسم التضامن تسمى لا مشروط كيتزان ونقابل المناضلين مارا الصمود رغم ان المخزن حيتاش انا القمع ذو قابو اكيد نشينا ننتصع بالاراده النا بالصمود نا وتحييني بالي وبلا ما تصورها الاستاذ بلا ما تصورها الاستاذ لا ما حقكش تصور ما عندكش صفه باش تصور شكون هو مؤسسة ياك عطيني شكون هو لا قاس كيصور فينا دابا